ولد الممثل والمخرج والمنتج السعودي سعد خضر سعدون في 3 يوليو 1946 في مكة المكرمة. انتقل إلى الرياض ودرس فيها، عمل في القوات المسلحة السعودية، انتقل بعدها ليعمل في وزارة الصحة إداريا في مستشفى الشميسي. مسيرته الفنية، له العديد من الأعمال في التلفزيون والإذاعة. هو أول من قدم فيلما سينمائيا سعوديا عام 1980، وكان عنوانه موعد مع المجهول، وهو فيلم روائي طويل مدته 2.5 ساعة، والفيلم من تأليفه وإنتاجه. كان عازف كمان في الجيش السعودي قبل دخوله مجال التمثيل. شارك مع مغنيين سعوديين في ذلك الوقت أمثال سلام العبد الله وحجاب بن حيت وخلف بن هذال وعيسى الإحسائي، وكان ذلك في حدود عام 1962. بعد افتتاح إذاعة الرياضة سنة 1964 شارك في عدد من برامجها، وبعد افتتاح التلفزيون السعودي سنة 1964 انضم إليه، وكانت بدايته من خلال برامج الأطفال، حيث كان يقدم الأناشيد، ثم بدأ يظهر في بعض المشاهد التمثيلية مع أحمد الهذيل، وكان ذلك عام 1965. كان يظهر بشخصية فرج الله حيث عرفه الأطفال عبر هذه الشخصية. ظهر بعدها في مشاهد بمسلسل صلاح الدين الأيوبي من إخراج منذر النفوري بدور كومبارس. وفي سنة 1970 عمل أول مسلسل وكان اسمه سكرتير في البيت، من أشهر أعماله التلفزيونية وحشي قاتل حمزة مع ناصر القصبي وراشد الشمراني. سكرتير في البيت عام 1970، مسلسل فرج الله والزمان عام 1971، مسلسل أحلام سعيدة يا حسن عام 1972، مسلسل ابنتي عام 1973، مسلسل حكاية مثل عام 1973، صور من الحياة عام 1974، أيام لا تنسى عام 1974، الضيف الغريب عام 1976، مسلسل مهاجر بلا زاد وراجع، مسلسل يا كد مالك خلف عام 1978، مسلسل الصقر عام 1979، مسلسل الدمعة الحمراء عام 1980، مسلسل وجه بن فهرة عام 1981، مسلسل لا يحوشك حبروك عام 1982، مسلسل أطفالنا أكبادنا عام 1986، مسلسل اليتيم عام 1988، مسلسل الغافلون عام 1992، مسلسل كهف المغاريب عام 1992، مسلسل الرمضاء عام 1992، مسلسل السهام الجارحة عام 1995. وفي ختام هذا التقرير، لا تنسوا الاشتراك والإعجاب في هذه القناة. لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.